استاذ رشيد جويت استاذ التربيه البدنيه في اقليم خميسات ومدرب حاليا لاتحاد سمو خميسات الفتيات. شاركنا في هذا التورنوا ديال جمعيه اكران اللي عرضوا علينا والحمد لله تمينا المرتبه الاولى. وكنشكر اللاعبات اللي قدموا مستوى جيد وكنتمنى لهم مسار رياضي ان شاء الله زاهر ودراسه موفقه ان شاء الله. السلام عليكم، الاسم ديالي لينا اوروش، كنتقدم نيابه على صديق خاص ديالي وكنبغي نشكر جمعيه اكران على الـ على الـ على الاستضافه وتنظيم هذا التورنوا اللي قدرنا عن طريق نبينوا المهارات ديالنا انا والصديق ديالي. الحمد لله وفقنا الله وربحنا ربحنا البطوله وكنتمنى ان شاء الله حظ موفق للجميع. السلام عليكم، اسم بهجة الغيب، لاعبة اتحاد سمو الخميسات. كنبغي نشكر الجمعية اللي سطات لنا الانفيتاسيون اننا باش نجيو نلعبو معاهم فواحد الظرفية اللي كاينة عندنا، وكنشكرهم نيابة على البنات الاخرين. وكنشكر الاستاذ رشيد اللي كان هو اللي عطانا علاش شويتي. كنشكر الاستاذ رشيد هو اللي خلى لينا الفرصه اننا باش نجيو نشاركو حنا في هذا الدوري هذا. وكنشكر مدينه التيار رحبات بنا احسن ترحيب واللي عطاتنا فرصه اننا نشاركو ونفوز على الرتبه الاولى.